يا الله، السلام عليكم ورحمة الله. لحظة شباب، حتى نبدي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا. حياك العراقي، رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله يا رب. أهلا وسهلا. يلا طلاب الساتس الابتدائي موجودين حتى نبدي. مساء الخيرات، اهلا وسهلا. يلا شباب، مبدئيا راح نبدا ان شاء الله بسؤال القواعد للصف السادس الابتدائي. سؤال القواعد وين راح يكون موجود؟ راح يكون بالسؤال الثاني فرع اي. هذا هو شكل السؤال، السؤال الثاني فرع اي. هذا السؤال عليه 10 درجات ان شاء الله. خلال البثوث اللي جايه راح تكون بثوث ان شاء الله مستمره منها إلى الامتحانات، راح نضمن هاي 10 درجات بأبسط الطرق. طبعا هو راح يكون اختر الكلمة الصحيحة من بين الأقواس وتختار 5 فقط. هذا شكله بالوزاري، يعني أنت من يجيك السؤال يجيك بهذا الشكل وأنت تختار، يعني مثلا الإز لو الآر، أور سيلفز لو ذيم سيلفز، دو وي دو لو آر وي دو، أنت تختار واحدة منهم. فبس تختار راح يجيك 10 درجات. زين، شلون نختار والطريقة المناسبة؟ على رأسي أبو سجاد، أعرفك على رأسي، والله شرف فيكم، مشتاقين. زين، شلون نبدي نختار وشلون نتعلم نختار الاختيارات بهذا الموضوع؟ راح أشرح على الأسئلة الوزارية. عندي تقريبا هنا 7 نسخ من الأسئلة الوزارية، راح نشوف كل واحد شلون نقدر نختار. راح أشرح موضوع موضوع، يعني مثلا النقطة الأولى هاي طالب مني أختار إز لو آر، وش وقت اختار الاز وش وقت اختار الار؟ راح نروح نشرحها ونرجع. حياك رياض. زين، فراح نتعلم شلون هسه اذا جانا سؤال يريد منا از او ار، يا الاختيار الصح وشلون نبدي. فانا راح اشرح بهاي الطريقه، يعني اشرح على الاسئله الوزاريه واروح غادي اوضح لك اياها هنا. يعني مبدئيا نبدي على موضوع الاز والار. الاز والار، الاز والار هي افعال مساعده. زين، اثنيناتهم بمعنى يكون، وانت هنا ما مطالب بالمعنى، انت مطالب ايش وقت تختار از وايش وقت تختار ار. الاز والار يكون اختيارها حسب الفاعل، يعني حسب الكلمه الاولى، مو شرط كلمه اولى، ممكن تكون كلمتين، يعني ماي فادر مثلا. زين، الجمله باللغه الانجليزيه، نبدي بالتفصيل، الجمله باللغه الانجليزيه تبدي بفاعل، وبعد الفاعل راح يجينا نقول اما از واما ار. هذا الإز والآر مو بكيفنا نختارها. زين، نختارها حسب الفاعل. هذا هذا الفاعل هو اللي يحدد أنا أختار إز لو أختار آر. زين، أوكي، شو وقت اختار الإز وش وقت اختار الآر؟ عندنا ضمائر الفاعل، إذا كان الفاعل هي، يعني مثلا جاك بالسؤال أول كلمة كلمة هي أو كلمة شي أو كلمة إت أو اسم مفرد، اسم مفرد مثل ماي فاذر، زين، مثل ماي سيستر، مثل علي، مثل أحمد، اسم واحد، هذول نختار لهم إز. هسا عرفنا شو وقت نختار الإز، تمام؟ عرفنا شو وقت نختار الإز. أما إذا جانا ذي، وي، يو، واسم جمع،
من أقول لك اسم جمع يعني اسم ينتهي بأس، يعني مثلا كيز، الكلمة اللي جت بالامتحان هسه كيز كلمة تنتهي بأس جمع، هذول نختار لهم منو؟ نختار لهم R. هسه وصلت؟ إذن أنا ما أقدر أختار الإز والآر إلا أشوف منه الفاعل حتى أحدد أختار إز لو أختار آر على هذا الأساس. فنشوف الأسئلة اللي جاية على هذا الموضوع. مثلا عندنا هذا السؤال الوزاري، شوف إيش كاتب لي. كاتب لي كيز، هاي الكيز هي الفاعل، إز لو آر. إحنا على منو نعتمد؟ نعتمد على هاي الكلمة. هاي الكلمة مثل ما تلاحظون شنو تنتهي؟ تنتهي بإس الجمع، صح لو لا؟ تنتهي بإس. بما أنه تنتهي بإس نعتبرها جمع. فإذا كان جمع راح نختار له منو؟ راح نختار له آر. نشوف أكو سؤال وزاري جاي على نفس هذا النمط، يعني يريد مني إز أو آر. خلنا نشوف. أكو إز لو آر، قليل جدا طبعا إز والآر أبسط المواضيع، بس يعني حتى ما يكون عندنا مشكلة به. هذه إز أو آر. ماي فاذر، إذا تلاحظ ماي فاذر، ماي فاذر ايش نعتبره؟ نعتبره مفرد، لان شنو معناها؟ والدي. زين ايش اختار له؟ ايش حاله؟ راح اختار له از. ماي فاذر از. شفت شلون؟ فعلى هذا الاساس احنا نختار الاز والار. فاذا كانت الاختيارات از او ار، شوف هاي كيز نفس السؤال متكرر. جمع. ليش جمع؟ لان بي اس. فراح نختار له منو؟ راح نختار له ار. فاذا كانت الاختيارات از او ار نعتمد على الفاعل ونحدد نختار از لو ار حسب الفاعل. على حسب هذا القاعدة اللي ذكرتها. فإذا كان عندك الفاعل هي شي إت اسم مفرد راح تختار إز، وإذا كان ذي ويو اسم جمع راح تختار آر. أما إذا كان الفاعل آي، وهاي حالة نادرة جدا تجي بالسادس ابتدائي، الآي راح تختار لها أم، آي أم، آي أم. تمام. عليكم السلام ورحمة الله. مشاركات شباب، جاي نشرح قواعد الصف السادس الابتدائي السؤال الثاني فرع أي. فاللي عنده طالب سادس ابتدائي او يعرف طالب محتاج شرح، هاي الدوره مجانيه ان شاء الله تفيد الكل مثل كل سنه. زين، فهسه عرفنا شو وقت نختار الاز والار حسب الفاعل. تشوف شنو اللي قبل الاز والار. اذا كان عندك هي ايش تختار؟ تختار از. اذا كان عندك شي از، ات از، اسم مفرد از، على هذا الاساس تختار. مثال من عندنا، هذا مو مثال وزاري، من عندي انا اختار. فمثلا كاتب لك علي، اوكي علي، وبين قوسين قال لنا is لو ار، is او ار. تمام، is او ار، وبعدها a doctor. زين، انت ايش راح تختار برايك؟ عندك علي، انت على منو تعتمد؟ تعتمد لي على هاي الكلمه، الكلمه الاولى مفرد لو جمع؟ بما انه مفرد ايش راح نختار شباب؟ راح نختار is. بينما لو، هذا مثال يعني شوي اوضح من الامثله الوزاريه ويكون شوي اصعب، احنا نصعبها عليك هنا على مود تسأل عليك بالوزاري. علي and أحمد، هسه صار عندنا، صار عندنا اسمين بياناتهم كلمة and. تعرف معنى and؟ معنى and هي و، فعلي وأحمد، علي وأحمد. جايبين لنا اختيارات is لو are. زين، علي وأحمد باللغة الإنجليزية نعتبرهم جمع لو مفرد؟ doctors، جمع لو مفرد. علي وأحمد، علي وأحمد نعتبرهم جمع، فبما أنهم جمع راح نختار منه؟ راح نختار R. شفت؟ من كانت بس علي بوحدها اختارينا إز، من صار علي and أحمد اختارينا منه؟ اختارينا R. فدلائل الجمع، يعني هسه من نقول لك اسم جمع يعني تختار له R، يكون عندك دليل. يعني الدليل الأول أنه ينتهي بإس، هذا دليل الأول، أو يجيك اسم and اسم، هذا جمع. فذولي من تشوفهم معناها جمع تختار لهم R. فهسه عرفنا ايش وقت نختار الإز وايش وقت نختار الآر. احد عنده مشكله بيها؟ ان شاء الله ما حد عنده مشكله بيها، لان شرح واضح وبسيط انك تحفظ هي شي ات اسم مفرد ياخذون إز، ذي ويو اسم جمع ياخذون R، والآي تاخذ آم. هيك نجاوب على اسئله. زين، هاي بالنسبه للإز والآر، هسه ما عندنا مشكله بيها ان شاء الله. زين، عرفنا ايش وقت نختار الاز وعرفنا ايش وقت نختار الار. نجي على سؤال ايضا مكرر بالوزاري اللي هو الهاو اولد والهاو ماني. الهاو اولد معناها كم العمر، والهاو ماني معناها كم العدد. هذول هم يجون اختيارات، هاو اولد، هاو ماني، كم العدد.
هذول يجون اختيارات ويريدون منا نختار منهم الهاو اولد او الهاو ماني. فانت شلون تجاوب على هذا السؤال؟ ركز وياي. دائما بالاختيارات اذا ماكو شيء قبل الفراغ باوع بعد الفراغ. يعني مثلا هذا القوس سؤال، لحظه وياي تكرار، هاي النقطه الاولى جايتك بالوزاري. اولا مكتوب لك هاو اولد او هاو ماني، انت ما تقدر تعتمد على قبل القوس لان ماكو شيء قبل القوس، صح؟ ماكو شيء قبل القوس، لذلك راح تعتمد على من، وراح تعتمد على ما بعد القوس. زين، القاعده تقول، حتى افهمك اياها قبل لا نبدي بالشرح حتى تعرف شلون تجاوب، انه اختار الهاو اولد، الهاو اولد ركز وياي، اذا كان عندي بعد القوس از او ار، اعيد، اذا عندي بعد القوس از او ار راح اختار هاو اولد. يعني هاي القاعده ما لها علاقه بالموضوع اللي حكينا بيه. انت مو يجيك القوس هيك، تباوع لي بعد القوس هنا. إذا عندك إز أو عندك آر راح تختار منه، راح تختار هاو أولد. زين، إذا ماكو إز و آر أكيد راح تختار منه، راح تختار هاو ماني. إذا عندنا إز و آر راح نختار منه، راح نختار، إذا وجدنا إز أو آر نختار هاو أولد، ما لم نجد إز أو آر نختار هاو ماني. نشوف هذا السؤال الأول، مكتوب لك هاو أولد لو هاو ماني إز، شوف إيش قال لي، إز علي أو إز وسام، الموضوع اللي موجود عندكم إز وسام وعلامة استفهام لأنه سؤال هاو أولد، كم عمر. زين شلون أختار؟ أجي بعد القوس مباشرة، إيش لقيت؟ لقينا كلمة إز. بما أنه عندنا إز، الاختيار الصح لازم شو يكون؟ إيش راح يكون؟ راح يكون هاو أولد. ليش؟ لأنه إحنا قلنا إذا لقينا إز أو لقينا آر بعد القوس راح نختار منه، راح نختار هاو اولد. لحد الان تمام؟ اذا لقينا از او ار ايش نختار؟ نختار هاو اولد. واذا ما لقينا از او ار ايش نختار؟ نختار هاو ماني. شفت شلون؟ نقطة ثانية، هم كاتب لنا از لو ار، خلونا نشوف السؤال. تكرار، ركز وياي. كاتب لك هاو اولد لو هاو ماني براذرز. شنو هاي براذرز؟ اخوة. براذرز. Do you have. زين انت تريد تختار، وين تجي لي؟ تجي لي على بعد القوس مباشرة، بعد القوس مباشرة. زين اكو از او ار؟ ماكو از او ار صح؟ بما انه ماكو از او ار ايش راح اختار؟ بهاي الحالة راح اختار هاو ماني. فاذا لقيت از او ار بعد القوس تختار هاو اولد، اذا ما لقيت از او ار ايش تختار؟ تختار هاو ماني. شباب سوي مشاركة للطلاب اللي محتاجين هذا البث، أي طالب سادس ابتدائي عندك أو أهله حاولوا توصلهم هذا البث. زين هسا شفت همنا، إذا عندنا how old و how many الاختيار يكون بناء على شنو؟ يكون على بناء على ما بعد القوس، يعني على الكلمة اللي موجودة بعد القوس. زين فإذا إجت الكلمة بعد القوس is أو are تختار how old، وإذا ما إجت الإز والآر تختار منه؟ تختار الهاو ماني. زين مثال اخير اريدكم تجاوبون عليه، هاو اولد، خلينا نسوي له تكرار على مود ما نكتب، انطونا مجال شوي على مود الشرح يكون واضح. ايضا هذا الملف راح انزله بقناتي بالتليجرام حتى تستفادون منه. ار يو وعلامه استفهام، ايش راح نختار شباب؟ راح نختار از لو نختار ار؟ برايكم إز لو آر، بما أنه عندي بعد القوس، يعني ما جالي شنو إز لو آر، نختار هاو أولد لو هاو ماني، بما أنه بعد القوس عندي منو؟ عندي آر، إذا عندي آر أختار هاو أولد لو هاو ماني. إحنا شو اتفقنا؟ اتفقنا إذا وجدنا منو؟ إذا وجدنا إز أو آر، إيش نختار؟ نختار هاو أولد، واضح؟ مساء الخيرات، أهلا وسهلا. فإذا بما أنه عندي R بعد القوس مباشرة أختار منه؟ أختار how old. جيد؟ على هذا الأساس نكون خلصنا من موضوع الـ how old والـ how many. أبسط شنو رأيك بالجدول مع ثلاث متوسط؟ ما بيشي، هو الجدول كل سنة نفسه بس الوقت، وانتوا حاولوا تستعجلون بالدراسة. زين
هسه صار عندنا الهاو اولد والهاو ماني، شلون نختار الهاو اولد والهاو ماني؟ اي سؤال يجيك به هاو اولد او هاو ماني تعتمد على منه؟ تعتمد على ما بعد القوس. اذا لقيت الزؤار اختار هاو اولد، ما لقيت الزؤار اختار هاو ماني. شباب هذا يجينا السؤال منه؟ هذا السؤال الثاني فرع اي قواعد. السؤال الثاني فرع اي قواعد، هذا السؤال شوفوا وين هذا السؤال جاي شوفونه، هاي اسئله وزاريه. السؤال الثاني فرع اي، هنا يجينا واحده من هاي النقاط تجينا مثل هذا الموضوع اللي جاي نحكي عليه، فتجيك اختيارات يقول لك اختر الكلمه الصحيحه ما بين الاقواس، فلازم تعرف السؤال وين يكون، هاي مهمه. فانت من تشوف السؤال مكتوب هاو اولد او هاو ماني باوع لي بعد القوس، اذا لقيت از ايش تختار؟ اذا لقيت از او ار، از او ار ايش تختار؟ تختار هاو اولد. ما لقيت از او ار تختار هاو ماني. خلي اشوفكم سؤال وزاري او سؤال من هذا النوع، خلينا نشوف هاو اولد هاو ماني موجود عندنا هي بالله هاي الاسئله. حاول اشوف لكم اسئله وزاريه على مود تستفادون منها. ركز وياي، ها شوف، شوف لي هاي الاسئله، شوف لي هاي الاسئله. هنا السؤال يقول هاو ماني سيسترز، هاي ما تفيدنا هذه حكينا بيها، هاي العفو. هاو اولد لو هاو ماني، الاختيارات منو؟ يريد مني لو هاو اولد لو هاو ماني. زين برايك انا عندي از بعد القوس صح؟ بما انه لقيت از المفروض شو اختار؟ اختار هاو اولد. زين هنا لقيت از ماكو از ولاكو ار، اذا شو اختار؟ اختار هاو ماني. باختصار شديد يعني ما تلح ولا يعني خلينا نقول تعب نفسك. لقيت از وار اختار هاو اولد، ما لقيت از وار اختار هاو ماني. هذا هو الموضوع. زين مشاركات شباب حتى نكمل شرحنا. نروح ليا موضوع، نروح الموضوع الهاو ماني بوحدها. الهاو ماني بوحدها لان مهمه جدا. الهاو ماني بوحدها هي معناها شنو؟ معناها كم العدد. فانت من تقول كم العدد لازم اكو فد اسم انت جاي تسال عنه، يعني مثلا كم عدد الاخوه، كم عدد الاخوات، كم عدد فلان شغله، شنو هاي؟ كم عدد؟ فهذا القصد هاو ماني. شلون يكون سؤال هاو ماني؟ بهذا الشكل، ركز وياي ايش راح يصير عندنا اسئله بيها. اجانا هاو ماني. بعد الهاو ماني ركز وياي ايش راح اقول؟ اكو اسم. شنو من اسم؟ اسم جمع. يعني لازم ينتهي بأس. اسم جمع يعني لازم شنو؟ ينتهي بأس. وبعد هذا الاسم اما دو واما داز. ركز وياي لان هم راح تجينا اختيارات الدو والداز. وبعدها هنا ايش عندنا؟ عندنا اسم وبعدها كلمة هاف وعلامة استفهام أكيد، يعني خاف يجينا بالتنقيط. الهاو ماني تنتهي بعلامة استفهام، جاي شوف. فهسه أني هاي التفاصيل ممكن كلها تجي سؤال، ممكن تجي الهاو ماني والهاو اولد اختيارات. إذا شفنا اسم جمع راح نختار هاو ماني أكيد، وإذا جانا هاو ماني لازم يكون بعده اسم جمع، وإذا جانا دو داز لازم نعرف نختار الدو والداز حسب منه، وإذا جانا هاف لو هاز لازم نعرف نختار أنه هاف. يعني كل هاي التفاصيل ممكن يجيك واحد منها سؤال. نبدي بالتفصيل الممل. اول نقطه كلمه هاو ماني، عرفنا شو وقت نختار الهاو ماني والهاو اولد. شلون عرفناها؟ قلت لك اذا عندك از وار تختار هاو اولد، عندك اسم جمع او ما عندك از وار تختار منو؟ تختار هاو ماني. هاي خلصنا منها. نجي على منو؟ نجي على الدو والدز. الدو والدز بهذا السؤال تعتمد على الاسم الثاني مو على الاسم ذا، الاسم الجمع لا، تعتمد على الاسم اللي بعدها. زين الدو والداز بهذا السؤال تعتمد، لانها سؤال، السؤال الفعل المساعد يكون قبل الفاعل يعني قبل الاسم، فالدو والداز تعتمد على الاسم اللي بعدها مو مثل الاز والار. الاز والار قبل شويه من اخذناها اذا تتذكرون على الاسم اللي قبلها مو، بس الدو والداز تعتمد على الاسم اللي بعدها. يعني اليوم انت من تشوف اختيارات دو وداز تعتمد على الاسم اللي بعدها. زين شلون اختار؟ شلون؟ يقول لك اذا شفت بعدها يعني هنا هنا ركز وياي يعني. بعد الدو والداز شفت، شفت وياي هذا الافعال او الفواعل منو هي؟ اذا شفنا هي منو هاي؟ هي او شي او ات او اسم مفرد، هذول اذا شفناهم نخلي قبلهم داز. ركز وياي شو اخلي؟ اختار داز. اما اذا شفنا منو؟ اسم جمع، منو اسم الجمع؟ اللي ينتهي باس اللي حكينا عنهن، والذي والوي واليو والاي، حتى الاي وياهن.
هذول يريدون دو. يريدون منو؟ يريدون دو. يعني أنا ما سأختار داس. إذا الدو والداس تعتمد على منو؟ تعتمد على الاسم الموجود بعد الدو والداس. خلنا نشوف سؤال بهذا الموضوع، ركزوا يعني. وينها والله الأسئلة؟ هسه فتحت الأسئلة، وين راحت؟ يلا هيا شوف لي هذا السؤال شباب. هنا جايب لي اختيارات، كاتب لي how many. اوكي how many، شوف سؤال how many موجود بي sisters اسم جمع. الاختيارات do و does. هذا do و does انا قلت لك تعتمد على منو؟ تعتمد على ما بعد القوس. تعتمد على منو؟ على ما بعد القوس. فاذا كان عندي بعد القوس هي شيء اسم مفرد، ايش راح نختار؟ الهي باو الهين الهي والشي والات واسم المفرد يريدون داز، والذي والوي واليو واسم الجمع والاي كلن ياخذون منه ياخذون دو. هيش اختار. زين انا عندي يو، جاي تلاحظ عندي منو؟ عندي يو. اذا عندي يو شنو اختار؟ يلا اذا عندي يو شنو اختار؟ اختار دو. المثال اللي بعده هاو ماني براذرز، هاو ماني براذرز دو لو داز. ايش عندي؟ عندي كلمة هي، الهي هاي، الهي ايش تاخذ؟ تاخذ داز. زين هاو ماني كازنز دو لو داز وسام. وسام ايش نعتبره شباب؟ اسم مفرد. اسم المفرد ايش ياخذ؟ ياخذ داز. فعلى هذا الاساس تجاوب على سؤال الدو والداز. فاي سؤال يجيك يعتمد على فاعل معين، يعني لا عبالك الاختيارات هيش تكون، لا اكو فد نقطة معينة من تشوفها هذه هي الدليل مالك. فهسه ايش قلنا؟ هي شيء اسم مفرد ياخذون منه داز، ذي وي يو اي اسم جمع ياخذون منه دو. هيش تحفظ. فهسه عرفت ايش وقت تختار الدو والداز على هذا الاساس. اعتقد جاينا سؤال وزاري بهذا الموضوع. اشوفكم اسئلة وزارية اخرى. قبل شوي شفت سؤال وزاري بدو وداز. اعتقد ان هذا الموضوع، لحظة يا شباب شوف لكم من الأسئلة الوزارية حتى يصير عندك. قلت لكم هذا السؤال يجي بالسؤال الثاني فرع أي، يعني هذا هذا السؤال الثاني فرع أي. لاحظوا وياي هذا السؤال الثاني فرع أي. يا سؤال جاينا، جاينا النقطة الثانية ايش مكتوب بيها؟ ايش مكتوب؟ how many حلو cousins do لو does اعتمد على منو؟ على كلمة you. زين انت حافظ انه الدو والدز يجون مع منو؟ يلا اليو تاخذ دو لو دز. شفت شلون؟ اليو تاخذ منو؟ دو لو دز. فالهي والشي والات واسم المفرد، يلا هنا نجاوبها خلينا نشوفها. الهي والشي والات واسم المفرد ياخذون دز، واليو هاي اليو تاخذ منو؟ تاخذ دو. تاخذ دو. على هذا الاساس نجاوب. فجاوبنا على هذا السؤال الوزاري بانه ياخذ دو. زين هسه خلصنا من موضوع الدو والدز وما ظل عندنا مشكله به. اروح على اختيارات الاول الان. يعني يجيك سؤال مثلا اي ام، هيك كاتب لنا سؤال اي ام، هذا وزاري. ا لو ان حلو دكتور، شلون تختار الاول الان؟ إذا احنا يا موضوع الأول الآن. زين، ايش راح أقول لك؟ تعتمد على أول حرف، ايش راح أكتب لك إياه؟ تعتمد على أول حرف في الكلمة التي بعدها. الأول الآن، تعتمد على منو؟ أول حرف في الكلمة التي بعدها. شلون؟ إذا كان حرف هذا منو؟ احنا جايين نحكي من؟ أن أول حرف هذا. أول حرف. إذا كان حرف صحيح، إذا كان حرف صحيح نختار أ، نختار أ الأي. إذا كان حرف علة إيش راح نختار؟ انتهت بعد، فهمنا الفكرة. إذا كان حرف علة نختار أن، خلاص. إذا كان حرف صحيح نختار أ، وإذا كان حرف علة نختار أن. زين انت تعرف حروف العلة؟ لازم تعرفهم. احنا عندنا حروف اللغة الانجليزية علة وصحيح. حروف العلة هي الاو زين والاي 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 واليو
هاي حروف العلة. بالوجه تذكرون إن بالوجه أكيد المدرسين انطوكم إياها الأو والإي والأي والآي واليو. هاي شنو؟ هاي حروف العلة، حروف العلة. هذول إذا شفتهم إيش تختار؟ إذا هم أول حرف بالكلمة إيش تختار؟ تختار آن. إذا ما شفتهم تختار منو؟ تختار آ. زين؟ فهسه إذا نرجع على سؤالنا الأول، هذا سؤالنا الأول، هذا برأيك إيش نختار؟ الحمد لله. شوف إيش عندي؟ عندي أول حرف دي. الدي من حروف العلة؟ أكيد لا. الدي من الحروف الصحيحة، فإذا لازم نختار منه، لازم نختار آ. بينما لو جايني سؤال كاتب لي بي I am I am A لو أن A لو أن engineer engineer. زين باوع لي أول حرف شنو من حرف الكلمة اللي بتيجي بعد الفراغ أو بعد القوس؟ زين شنو من حرف؟ إلا لو صحيح باوع لي، إلا لو صحيح إلا. بما أنه إلا شختار راح أختار أن. جيد، فعلى هذا الأساس نختار الاختيار الصح. فإذا كانت الحروف يعني إذا كانت الكلمة التي بعد القوس تبدأ بحرف صحيح راح نختار أ، وإذا كانت تبدأ بحرف إلا راح نختار أن. واضح؟ موجود سؤال وزاري عليها أكيد، أتذكر شفته قبل شوية، ركزوا وياي حتى نشوفه شوية، تحملونا حتى نعطيكم أمثلة وزارية، ما أريد يعني بس نسولف حتى تشوفون أنفسكم تعرفون تجاوبونهن لو لا. وينه؟ هاي أمثلة وزارية، آه هي يعني. تعال نشوف. يقول لك my sister is a لو أن، باوع هذا الاختيار a لو أن. تعتمد لي على هذا الحرف، هذا الحرف يا حرف كابيتال جايبه كابيتال تشتغلك العافية. زين هذا الحرف شنو من حرف صحيح له علة برأيك؟ تعرفون هاي الكلمة شنو؟ آي تي بروغرامر. من الآي تي بروغرامر؟ هذا حرف الآي. الآي من حروف العلة لو لا؟ حروف العلة أكيد. فإذا بما أنه من حروف العلة راح نختار له منو؟ راح نختار له الآن. زين شباب على هذا الأساس نقدر نختار الأول الآن. زين هاي الدو والدس تذكرونها؟ عندنا يو، بما أنه عندنا يو راح نختار دو. زين هاي الإز والآر تذكرونها؟ عندنا مفرد. يعني أسأل إحنا شقد أخذنا؟ أخذنا تقريبا ثلاث مواضيع. هاي الثلاث مواضيع كلها جاية بهاي السنة، يا سنة بالله، هاي تمهيدي 2022. يعني تخيل لو جايتك هاي الأسئلة بهذا الشرح، كم دقيقة صار لنا؟ صار لنا نص ساعة تقريبا. الإز والآر تعرفها، والأول أن تعرفه، والدو والدس تعرفه. تخيل الدو والدس تعرفه، يعني ذني ست درجات. زين ست درجات. فالأسئلة الوزارية هي أهم شيء، يعني أنه تنحل مباشرة. زين هسه وين نروح؟ نروح الموضوع المنو؟ عندكم موضوع ببالكم مضوجكم بالسنة اللي امتحنت بيه؟ حلو. زين نروح للبط والآند. يلا هذا موضوع حلو ووزاري ومكرر وبسيط. بط وآند. شوف أنا ما راح أتعبكم بالقواعد وطببك للتفاصيل، لا راح أعطيك دلائل بس تشوف راح تختار. هاي البط والآند. البط والآند على هذا الأساس جاي شوفها اختيارات تجينا، نعتمد على منو؟ عندنا ثلاث أنواع من النقاط، يعني ثلاث أنواع من الحلول، هي كلها اختيارات، أنت ما عندك مشكلة. هذا النوع أول، خلنا نكرر، وهذا نوع ثاني، وهذا نوع ثالث. جيد. أول نقطة، شوف راح أكتب ملاحظات بس ما راح يعني العفو راح أقول ملاحظات بس ما راح أكتبها. ركز وياي، يعني ركز ركز. إذا كان عندك قبل القوس فارزة سفلى، إذا كان عندك قبل القوس فارزة سفلى اختار لي بط. حلوة القاعدة مو؟ ما عندك ما جاي احكي إنجليزية ولد، ترى مو يم الإنجليزي مو؟ إذا جاي عندك قبل القوس فارزة سفلى، يعني جاك اختيارات قبل القوس، يعني الاختيارات موجود بيها بط وآند وتريد تختار،
قبل القوس فارز السفلى اختار لي بات. حلو لحد الآن تمام. بعد القوس باوع لي بعد القوس يعني هنا مو شرط أول كلمة لا ولا ثاني كلمة ولا ثالث كلمة لا مهم بعد القوس شنو لقينا كلمة not هاي الكلمة not أو لقينا كلمة knit شنو knit يعني مثل don't هيك مكتوبة can't هيك مكتوبة هاي زين can't أو كلمة never هاي الكلمة never هذول ثلاث كلمات إذا شفتهم هم اختار لي but هسا ايش قلنا قبل القوس فارز السفلان اختار but حلو بعد القوس not أو knit أو never اختار لي but ما موجود عندك لا قبل القوس فارز السفلى ولا بعد القوس نوت أو نت أو نيفر بهاي الحالة تختار لي and يعني شنو صار عندك ثلاث ملاحظات الأولى إذا عندك فارز السفلى بط عندك نوت أو نت أو نيفر بط ما عندك لا نوت ولا نت ولا نيفر إيش تختار تختار and يعني هسه ماكو إنجليزي بالموضوع جاي أسولف لك سوالف شوف هسه إذا نروح نجي على أي سؤال أي سؤال طبق عليه هاي القواعد راح يطلع عندك صح نشوف هذا الموضوع جاي موضوع عندنا قبل كل شيء هذا السؤال السادس ايش موجود بيه I have a brother فارز السفلى ها شكو فارز السفلى زين عندك فارز السفلى هسه قبل ما اكمل انت المفروض تعرف وعندك نيت بعد القوس اذا اكو دليل يعني يقول لك يا عيني اختار البط خلاص جاي شوف هيك نجاوب على سؤال البط والآن شوف زينب شو تقول زينب لا تجلطيني عندنا قبل القوس فارز السفلى نختار بط وبعد القوس نوت ونت ونيفر ايش نختار نختار بط اذا عندنا قبل القوس فارز السفلى ايش نختار بط عندنا بعد القوس نوت ونت ونيفر ايش نختار بط ما عندنا شرط هيمت نختار الان اذا ما موجود لا فارز السفلى حلو ولا موجود نوت ونت ونيفر زين هيش نختار البطل عندي يوفقك الله غياث زين فعلى هذا الأساس نختار البطل عندي يعني هذه هاي تشوفونها هاي درجتين وزاريات هاي الملاحظات درجتين مهمات يعني بسيطات حيل شنو المشكلة بيه ركزوا وياي يا تطبيق حبيبي وانت عايشة أختي زين هسه احنا فهمنا ايش وقت نختار البط والاند وما ما ما عندنا بها اي مشكله زين بعد شنو المواضيع اللي نشرحها نختار من يجينا الفعل بي اس او فعل مجرد هذا الموضوع طبعا اسم المضارع البسيط يعني شوي اريد يعني خلينا نقول تركز لي شوي راح نطب على الانجليزي شويه الموضوع هذا اسم مضارع بسيط او تقدر تسمونه اس الشخص الثالث هذا مو اس الجمع أهم نقطة أقول لك إياها إنه هذا مو إس الجمع لأن أسه إحنا كنا كعراقيين مخلين ببالنا الكلمة تنتهي بإس جمع مو هيك؟ لا ركز وياي هاي الإس اسمه إس الشخص الثالث ما لها علاقة بالجمع ركزوا وياي هذه موقعها بالفعل الفعل مو الفاعل يعني مو مثلا سيسترز أخوات أو بوك بوك شنو بوك كتاب من أجمع يصير بوكس هذه إس الجمع أما إس الشخص الثالث باولي على إس الشخص الثالث تجي على الفعل مثلا يلعب شنو يلعب بالإنجليزي play أضيف لها إس هذه إس الشخص الثالث اللي إحنا جايين ندور لها السؤال شنو إيش وقت حلو إيش وقت نخلي إس الشخص الثالث يعني يجينا سؤال فعل بي إس وفعل ما بي إس إيش وقت اختار الفعل البي إس وإيش وقت اختار الفعل ما بي إس هذا هو السؤال أشوف لكم مثال وزاري موجود قبل شوية شفته بس لحظة يعني سخنت يعني رسمي سخنت تمرضت هذا السؤال الأول جاينا يا سؤال احنا قلنا القواعد يا سؤال تجي السؤال الثاني فرعي يا نقطة النقطة الأولى مكتوب لك my father leave بدون إس لو leaves يعني انت حتى إذا ما تعرف تقرأ شفت فعل ونفسه موجود بس بي إس ياهو أختار ياهو أختاره بناء على شنو ركز وياي هلا مكارم الأخلاق وعليكم السلام هسا نشوف شنو إيش وقت نختار إس الشخص الثالث يلا بسم الله أولا هذا الفاعل الجملة
باللغة الإنجليزية تبدي منو؟ تبدي بالفاعل. بعد الفاعل راح يجينا إما فعل بدون إس، يعني خلنا نسميه مجرد، أوكي، وإما واحد من هنها فعل ينتهي بإس. هذا الاختيار نعتمد على منو حتى نختار؟ أكيد نعتمد على الفاعل. تذكرون الإز والآر؟ نفس الفكرة، ترى الإز هم بي إس والدز هم بي إس، نفس الفكرة، كلها تمشي على هذا الموضوع. إذا نعتمد على من؟ راح اعتمادنا يكون على الفاعل. زين، هسه ايش راح نقول؟ راح نقول الفعل المجرد والفعل البي إس أباوع على الفاعل حتى أقدر أختاره. أجي على الفاعل، لقيت الفاعل منه؟ لقيته هي، أختار فعل بي إس لو بدون إس؟ فعل بي إس. لقيته شي؟ فعل بي إس. لقيته إت؟ فعل بي إس. لقيته اسم مفرد؟ فعل بي إس. شفت؟ هذه بكل الإنجليزي تمشي. يعني هسه أشوفك مثال حتى ما تعبك. إذا كتبت لك هي، هي هاي اللي هي باوعلي نفسها بس كابيتال، هي إز لو آر ياهو البي إس الإز، هي دو لو داز ياهو البي إس الداز، هي بلاي لو بلايس ياهو البي إس بلايس. يعني دائما أختار الفعل البي إس. جاي تشوف إيش قد الإنجليزي سهل عليك الأمور. قبل شوية دو والداز والإز والآم والآر ما قدرنا نفهم بذي القاعدة، بس أكو قاعدة باللغة الإنجليزية تقول الهي والشي والإتو اسم المفرد، هذول لازم تحفظهم. يعني أنا لازم هيش بحيث يصير عندك شلون اسمك، من نقول شلون اسمك مو مبالغ، لا لا، هيش هيش اسم مفرد فعل بي إس، هيش اسم مفرد فعل بي إس، هيش تشلب تلزق بيها، هيش اسم مفرد فعل بي إس. زين، فهسه قلت لك الهي والشي والإتو اسم المفرد فعل بي إس. أما إذا كان الفاعل، هذا الفاعل جانا منه؟ جانا ذي، مو هي ولا شي ولا إت ولا اسم مفرد، ذي، وي، يو، آي، واسم جمع، اسم جمع، هذول يريدون منه؟ فعل مجرد بدون إس. لا لا، يومية إن شاء الله، بس مو يومية يومية، يعني بين يوم ويوم، يعني الثالث متوسط عندهم محاضرة بالتسعة ثاني، يعني يوم أنتو يوم الثالث هيك راح نمشي. زين، هسه قلنا الفعل البي إس من يكون الفاعل هي شيء اسم مفرد، والذيوي اسم جمع تريد فعل مجرد. يلا السؤال الأول، ماي فاذر، ركز وياي هسه. أنت هذا السؤال مالك، ماي فاذر، بعده كلمة ليف، ركز وياي، لو ليفز. هسه راح أساعدك، يعني شنو أساعدك؟ راح أخلي لك الاس مبينة، يعني تجوز قراءتك موشي. إن شاء الله ما بعد القوس جملة طولها متر. أنا تركيزي على أول كلمة هذه قبل القوس، ما لك علاقة بعد القوس. أنت شغلك وين؟ شغلك على قبل القوس. هذا إيش تعتبره؟ خلنا نشوف، هل هو هي؟ لا والله مو هي، هذا ماي فاذر ولا شي ولا أت، بس ماي فاذر معناها والدي. زين، والدي إيش نعتبره أنا وأنتو؟ نعتبره اسم مفرد، صح لو لا؟ اسم مفرد. شي يريد اسم المفرد؟ فعل بي إس لو فعل مجرد، يريد فعل بي إس، والسلام وختام. هيك شباب، بالنسبة للبثوث مالكم راح تكون حتى نفض هاي المشكلة، اثنين يوم الاثنين، اوكي، اليوم هذا أول يوم، ويوم الأربعاء ويوم السبت الساعة 8:30، لحك 8 بالإنجليزي بالعربي والنص بالإنجليزي، المهم 8:30 هذا الوقت مالكم. الثالث متوسط، الأحد والثلاثاء والخميس، هذول على منصة نون أكاديمي. اللي عنده مشكلة يتواصل معي على التليجرام حتى نقدر نضيفه حتى يدرس ويانا. زين، هاي البثوث مالكم. زين، هسه عرفنا ايش وقت نختار الفعل بي اس، بس نروح نطبق على مثل الوزاريه. خمان يجي هيك نشوف. ها هذا اول مثال، هذا حليناه. وشنو هاي الفجاه مال ها؟ ايش دعوه؟ خلينا نشوف لنا مثال اخر.
أيوة هذا المثال. شوفوا لي. We leave leaves at home أو home at 7:13. يلا. لا لا مجانية شباب. ثلاث متوسط. زين. We leave leaves. إيش تختارون؟ يلا. منو يختار؟ أبو الأس. عافية علي. علي يقول عافية أستاذ التوصيل المهم. حبيبي بس خل أقول لك شغلة. أنا ماشي على منهج بالي. إذا أنت مسيطر على هذا القواعد روح احفظ توصيل. التوصيل حفظ ما بقواعد يعني أنت أدرسك يا آني. التوصيل حفظ زين. أما إذا أنت ما مسيطر على القواعد لا والله أنصحك تأخذ القواعد. وراها إيش عندنا؟ عندنا تنقيط، عندنا الإضافات، هاي كل التفاصيل راح تجي بيها زين. نونة خطأ. ليش نونة خطأ؟ لأنه العفو نونة صح، الباقي كلهم خطأ اللي يقولون بي إس. ليش؟ لأن أنا عندي الفاعل وي. الفاعل منو؟ الفاعل وي. احنا ايش قلنا؟ الهي، ركز وياي ايش راح اقول. الهي والشي والات واسم المفرد يريدون فعل بي اس. هذا الهي والشي والات واسم المفرد. زين اكو هي؟ يلا خلينا ندور. اكو هي؟ هذه هي؟ لا. شي؟ لا. ات؟ لا. اسم مفرد؟ هم لا. هاي وي. الوي ايش تريد؟ الوي تريد فعل مجرد. اذكرك نسيت تدري بيك. تعال نشوف. هاي الوي مو هاي الوي شو تريد؟ يلا شلون اكتب هاي؟ لازم تدير بالك. فالهي والشي والاتو اسم المفرد يريدون فعل بي اس. اما من جاب لنا السؤال كاتب لنا بي وي هم ليف لو ليفز بهذا الشكل ليف لو ليفز اكيد راح نختار منه راح نختار ليف. ليش؟ لانه عندنا وي فالاختيار راح يكون ليف. سؤال من عندي مو وزاري وسام. هسه قبل لا اكمل اسال ما اعرف ايش راح اختار. قبل لا اكمل وسام ياخذ فعل بي اس لو مجرد لا ما يدوخن زينب بنتي دايخه. يلا قبل لا اكمل وسام ياخذ فعل بي اس لو مجرد وسام ايش تعتبرونه؟ يلا وسام ايش تعتبرونه شباب؟ هذا وسام اسم مفرد ايش ياخذ؟ ياخذ فعل بي اس. يعني قبل لا تكمل المفروض تعرف. فوسام ياخذ فعل بي اس. يلا نشوف بلاي لو بلايس. يلا هسه ايش نختار؟ وسام قلت لك بعد القوس متر لو وسام نعتبره اسم مفرد. اذا شي يريد فعل بي اس. يعني هي شي ات اسم مفرد يريدون فعل بي اس. هي شي ات اسم مفرد فعل بي اس. زين اذا قلت لك وسام اند علي هسه صاروا ايش قد؟ صاروا اثنين. play لو بليس play لو بليس يلا وسام اند علي مزاجيه تقول بليس وعلي يقول ما بي اس وام سامر تقول بلاي جيد بلاي. قولوا ليش بلاي؟ لان وسام علي ايش نعتبرهم؟ نعتبرهم جمع مو اسم مفرد. واحنا قلنا اسمه الجمع شي يريد مجرد جيد. فوسام وعلي نعتبرهم جمع والجمع شي يريد فعل مجرد. مو قلت لكم اهم شغله بهذا الموضوع انك تفرق بين اسم الجمع وبين اسم الشخص الثالث. لان الطالب اول ما يجي على هذا الموضوع راح يقول ها ما زالوا جمع اختار له بي اس. لا لا بالعكس ما زالوا جمع اختار له بدون اس. شفت شلون؟ ما زالوا جمع اختار له بدون اس. فوسام اند علي يعتبرون مفرد العفو يعتبرون جمع والجمع يريد فعل مجرد زين. فعلى هذا الاساس يخلص موضوع منه الاس والبدون اس. الاس والبدون اس زين. مثال اخر اي رايت رايت لو رايت اي رايت لو رايت ا ستوري. ايش تختارون شباب؟ يلا اي رايت رايت الاي شنو؟ الاي من يا جماعه تعالوا نشوف. خلينا نغير اللون مال هذا الموضوع لان تاتي ميز
يلا حيهو دكتنا مشتاقين تشتغلك العافية. بدون اس الاول جيد لحد الان زينين انتو عشان يديكم. يلا بعد هسه جاي يقول اي يا ولد جاي يقول اي الاي شي يريد مجرد جاي يغششكم ترى ها بالامتحان ماكو حد يغششكم هيك المجرد اللي هو بدون اس. هنا طبينا بسالفة جديدة. شنو هاي السالفة الجديدة؟ احنا متفقين لحد الان الهي ركزوا وياي راح تلاصق السالفة هسه ركزوا وياي الهي والشي والات واسم المفرد يريدون فعل شبي لحد الان احنا متفقين على هذا الاتفاق يريدون فعل ينتهي باس متفقين هيك دائما الجمع نختار مجرد اي زين اذا جبت لك هذا السؤال ركز وياي هي ركز وياي a place هنا الحكي لو is playing هسه طببت لكم موضوع جديد وانت ما تدري a playing tennis حلو now هسه ايش صار عندنا صار عندنا فعل ينتهي ب ing شايف تلاحظون المشكلة انه الهي يرهموا لها الاز انا علمتكم قبل شوية الهي والشي والات والاسم المفرد ياخذون از والهي يرهموا لها الفعل البي اس زين انا اثنين انصح ايش اختار بناء على شنو هنا طبلنا موضوع اسم المضارع المستمر انا ما اتعبك بيه اقول لك من تشوف كلمة ناو هاي الكلمة معناها الآن من تشوفها اختار البي اي ان جي إذا ما شفتها لا ارجع اختار البليس أعيد من تشوف الناو بالموضوع ايش تختار تختار الاي ان جي دائما مثلا كاتب لنا وات وات دو وي دو هذا سوء اختيار أول الاختيار الثاني are we doing اكو شنو اكو اي ان جي بالسالفه يا ولد وبالاخير كلمه ناو يلا من شفنا الناو ايش نختار برايك ايش علمتك اني يلا من شفنا الناو مباشره افكر منه ابو الاي ان جي اذا الناو دليل مهم جدا من اشوفه اي ان جي يعني خاف يجيك السؤال بي موجود اي ان جي وبي اس انت راح تحتار تقول اثنين انصح مو بس اذا ما موجود الناو تختار البي اس اذا موجود الناو اختار البي اي ان جي اروح اشوفك اسئله وزاريه على هذا الموضوع حتى تدعي لي اول ادعوا لي والله العظيم محتاج دعائكم يا ولو شوفوا لي هذا السؤال الثالث عندي كلمة ناو اللي هسه انطيتكم اياها بس وانتم ما تدرون يقول لك وات دو وي دو هذا اختيار الاول لو ار وي دوينج ايش نختار عندنا دليل لو لا ندور لقينا يا كلمة لقينا كلمة ناو اللي هي من نشوفها نختار منه الاي ان جي وتعيش تعيش اسئلة اخرى الاي ان جي نشوف مثال آخر أسئلة وزارية من هذا النوع يا الله وين والله هذا الأمثلة قبل شوية شفته حتى نعطيكم إياها تستفادون منها أعتقد مو بهذا اللحظة يا عيال هنا والله اعتقد هنا اي والله هنا ركزوا وياي
هم لا والله مو هي أنا بس أنا ندلها يعني هذا بالله من الشيطان الرجيم. المهم هي أسئلة بها دليل، والدليل قلنا منه كلمة ناو. ما جاي لك يا شباب، سوري. يلا أعطيكم أمثلة من عندي. يلا احنا شنو دليلنا؟ دليلنا كلمة ناو. زين نبدي. اي الاي تاخذ مجرد، وياي اذكركم اللي هي شيء اسم مفرد تاخذ بي اس، اما الاي تاخذ مجرد. كاتب اي ريد، الريد صح. وام الام هم الاي هم تاخذ ام، مو نتذكر لو لا. ام ريدينج، ام ريدينج. زين الليتر لحد الان شباب، لحد الان هسه اذا خليت نقطه هيك انتهى السؤال. الصح هو ريد، هيك اعتبروه صح. ليش؟ لانه ما موجود دليل للاي ان جي. بس اذا جانا السؤال بالاخير موجود كلمه ناو، او ممكن تجي بالبدايه، مو شرط بالاخير، ممكن تجي بالبدايه. فاذا ريد لان ماكو ناو، وام ريدينج لان اكو ناو. هذا باختصار شديد احنا تعلمنا بس بالبدايه ايش قلنا؟ قلنا الهي والشي والات واسم المفرد. هاي هي انا، وينها؟ هي انا قدامكم. الهي والشي والات واسم المفرد ياخذ فعل بي اس، بس اذا اكو ناو ياخذ فعل بي اي ان جي. الذي والوي واليو والاسم الجمع ياخذ فعل مجرد، بس اذا اكو ناو ياخذ فعل بي اي ان جي. شفت؟ هيك نكون خلصنا من موضوع الاز والام والار والاي ان جي وهاي التفاصيل كلها. زين هم اختبرك اختبار نص ونص. اذا صار السؤال اثنيناتهم بهن اي ان جي، مثلا هي از بلاينج لو، هذا اي ان جي. لو ار بلاينج، هنا انت المفروض تفتهمها. لو ار بلاينج ناو، هسه اثنيناتهم بهن اي ان جي وموجوده الناو، بس يا الصح، الصح يعتمد على الاز والار. زين الهي ايش تاخذ؟ الهي والشي والات واسم المفرد ياخذون فعل ايش بي؟ بي اس. ياهم نذني بي اس، يلا هذا البي اس الاز. اذا الهي والشي والات ياخذون فعل الاز، فنقول از بلاينج. ليش از بلاينج؟ حسب الهي. هذا ليش؟ لان اثنيناتهم بهن اي ان جي، مو صحيح؟ اثنيناتهم بهن اي ان جي، از بلاينج هيش نختار. اما اذا ما موجود بس واحد بي اي ان جي، اعتمد على منو؟ اعتمد على ناو. اذا شفت كلمه ناو لا اختار بالاي ان جي، ما موجود كلمه ناو لا اختار البي لو بي اس لو مجرد، شوف منو حسب الفاعل. هذا بالنسبه لل الناو والاي ان جي وهاي الموضوع. زين بعد نشوف شنو عندنا مواضيع مهمه. خلينا نشوف الاسئله الوزاريه، نختار لكم موضوع حلو لان صار لنا ساعه تقريبا، نختار لكم موضوع هيك شيء. المقارنه والتفضيل، حلو. هذا المقارنه والتفضيل، هذا نجي على المقارنه والتفضيل. طبعا انا جاي اشرح بشكل عام، يعني ما جاي اختار موضوع من اليونت الاول واليونت الثاني بالتسلسل، لا جاي اختار لكم بشكل عام. المقارنه والتفضيل باختصار شديد، وتعرفوني ما اطول وياكم. المقارنه هي، تعال لك اياها شنو المقارنه. هي كلمه لو تنتهي باي ار صفه، هاي ايش نسوي لها؟ هي مربع صغير، هاي المقارنه. المقارنه شنو؟ صفه لو تنتهي باي ار، لو قبلها مور، صفه قبلها مور. اذا هذن اثنين شنهن؟ مقارنه. خلي ببالك هذا الكلام. التفضيل شنو لعد؟ التفضيل هي صفه لو تنتهي باي اس تي لو قبلها موست، يعني مشابهات، بس شنو؟ الاي ار والاي اس تي، هذا الفرق بيناتهم. فراح نقول صفه تنتهي باي اس تي لو صفه قبلها موست. هاي بعدين نجي على تفاصيلها شلون نختارها. العفو، شلون نضيف الاي ار وشلون نضيف الاي اس تي. هسه اريد منك تفهم لي شنو المقارنه وشنو التفضيل. زين شنو ايش وقت اختار المقارنه؟ يعني جاب لي صفه، وحده تنتهي بالاي ار وواحده تنتهي بالاي اس تي. ايش وقت اختار المقارنه وايش وقت اختار التفضيل؟ عندنا دليل. الدليل مال المقارنه هو كلمه، شوف راح اكتب لك اياها بالعامق وبالكبير جدا. هاي الكلمه كلمه ذان. هاي الكلمة من تشوفها تختار المقارنة، يعني منو؟
لو اي ار لو مور الذان. حلو، ان شاء الله ان شاء الله القراءه الخارجيه قبل الامتحانات راح نرجع عليه. بها مدرسه داوم عن جنوب الموصل. زين، اما التفضيل يريد قبله كلمه ذا، ركزوا وياي الفرق بيناتهم حرف او حرفين. زين، هسه شنو الدليل مالك؟ من تشوف اختياراتك مقارنه وتفضيل، مثال، شوف مثال على المقارنه والتفضيل. كاتب لك اي ام، هذا مثال اي ام. قوس تول، اي تول، تولر، تولر يعني شنو؟ يعني مقارنه صح، لان اي ار. لو تول منو؟ است، يعني منو؟ يعني تفضيل. هسه انت ما تعرف ايش تختار، ليش؟ لان ماكو دليل، لا ذان، ماكو لا ذان ولا ذا، هذا هيك ما نعرف ايش نختار. حسب منو؟ حسب ما بعدها او حسب ما قبلها. اذا اجانا كلمه ذان هنا، شوف هذه منو؟ هذه كلمه ذان. اذا اجتنا كلمه ذان مباشره نختار منو؟ نختار الاي ار. اما نفس المثال، نفس المثال اذا اجانا قبل الفراغ، قبله ها مو بعده، اكو فرق بين القبل والبعد، ركز وياي. قبل الفراغ اجانا كلمه ذا، هنا قبل الفراغ جانا كلمه منو؟ كلمه ذا. بهاي الحاله راح اختار الاي اس تي. شفت؟ بس شنو؟ ماكو هين ذان، ركز وياي. اذا اكو ذا هذه، اذا موجوده ذا ما موجوده الذان، واذا موجوده الذان ما موجوده الذا، واحده عكس الاخرى. فهسه اختصار لكل هذا الكلام، اختصار لكل هذا الكلام، اذا عندنا ذان ايش نختار؟ مقارنه. اذا عندنا ذا ايش نختار؟ تفضيل. خلاص، ذان مقارنه، ذا تفضيل، ذان مقارنه، ذا تفضيل. زين، نشوف مثال وزاري. هسه هاي قبل شويه اشرت لكم عليه، كنا ما نعرف نختار صح؟ جينا لقينا الموضوع واحد، انا شلون افتهمها؟ هذا الكلمة قول ما نعرف، أنت ما تعرف تقرأ، بس جيت لقيت كلمة موجودة نفسها بس مرة تنتهي بإي آر، شوف أنت ما تعرف تقرأ، ومرة تنتهي بإي إس تي، يا هاد تختار حسب لو قبل القوس لو بعد القوس. تجي قبل القوس، أكو كلمة ذا؟ ماكو، إذن هذه ما تفيدني، أروح بعد القوس. إيش لقيت؟ لقيت كلمة ذان، هاي الكلمة، هاي الدليل. إذا ما زال عندي ذان راح اختار المقارنة، منه المقارنة؟ الإي آر. شفت؟ الذان شو تريد؟ تريد مقارنة. تعال نشوف الدليل. الذان، هاي الذان شو تريد؟ تريد مقارنة. والذ شو تريد؟ تريد تفضيل. والسلام وختام. زين؟ هيك نكون سيطرنا على موضوع المقارنة وتفضل. نشوف أسئلة. نشوف اسئله على هذا الموضوع، بلكت موجود. مقارنه وتفضيل، مقارنه وتفضيل. طبعا عندنا بعد مواضيع هواي شباب، بس احنا نشرح على مود ما تكثر عليكم، هذول اللي تراجعونهم هذول احاول راح انزلهم باليوتيوب، قناتي باليوتيوب اسمها الاستاذ نكتر حسن. زين، والملفات مال الشرح اللي هسه كنا نشرح عليها راح انزلها بالتليجرام بقناتي، موجوده بالبايو يمكم. زين، فهسه صار عندنا المقارنه والتفضيل واضح، بس بدي اشوف لكم امثله على مود ما تطلعون من هنا اذا مو فاهمينه. مقارنه وتفضيل، هيانا هذه مقارنه وتفضيل، طبعا هذه محلوله بس انت لا حتى تعرف الدليل. ايش لاحظنا؟ لاحظنا كلمه ذان، الذان شو تريد؟ تريد مقارنه، نفس الموضوع. نشوف مثال اخر، مقارنه وتفضيل، حاول نلقي لنا مثال على مود نضمن هاي المواضيع. مقارنة وتفضيل، الله ولا ظل، ولا ظل له مثال هيك. هاي الأسئلة والله خوش أسئلة، خلينا ندور لكم بيها. مقارنة وتفضيل، بعد ما أخاف عليكم بالمقارنة والتفضيل لأن واضحة ما بها أي مشكلة. ها تعال المثال هذا، ايش بيه؟ بكلمة ذان، الذان شو تريد؟ تريد اي ار مقارنة، ذان تريد اي ار مقارنة، ذا تريد اي اس تي، ذا تريد اي اس تي. فأنت دائما إذا شفت ذان اختار مقارنة، وإذا شفت ذا
اختار EST. سهل نينوى والله لأشرح لك إياها بس انطيني مجال. هي مو هيش مو يعني باللحظة اللي تريدها أنت نشرح شيء مرتبعاني على على واسي أبقى ويانا بالبث وتدلل. شلون نعرف دي إي مو دي إي إي دي وهم نجي عليها واحدة واحدة. زين هسا عرفنا المقارنة والتفضيل. هذا موضوع المقارنة والتفضيل. بعد إيش بقى عندنا شباب؟ ما أعتقد بقى عندنا شيء بخصوص اليوم يعني. زين باكر ايش راح نسوي؟ باكر راح نشرح القواعد يعني نكملها بحيث ما يبقى عندنا قاعده بحيث نفتر على الاسئله الوزاريه كلها اي موضوع نقدر نحله. يعني هذا الموضوع بعد ما شرحناه. زين هذا الموضوع بعد ما شرحناه الان والان والات بعد ما شرحناه صح لو لا؟ هذول بعد ما جينا يمهم. عندك يعني الضم اختيار الضمائر بعد ما شرحناهم. المصت والشد بعد ما اختريناهم. بعد اكو شم موضوع ما شرحناهم. زين قول خلصنا القواعد. استاذ ايش ناوي تشرح لنا؟ ناوي اشرح لكم السؤال الرابع فرع اي. طبعا مباشر شباب انا دائما متعود هذا الدرس الجاي قصدي يوم اليوم يا يوم يوم الاربعاء بثمانية ونص. بس منا لليوم الاربعاء انت لازم المواضيع اللي اخذتهم لازم كلهم نسيطر عليهم وتروح تدور عليهم اسئله وتشوف نفسك تعرف تحل ولا لا. انا راح انزل لك اياهم باليوتيوب قناتي تروح تدور وتشوف حلك صح لو لا. زين هاي نقطه. النقطه الثانيه لازم تحفظ لي انشاء اكتب عن نفسك وعن عائلتك وانشاء الايميل. هذن الانشاء انا الاولين اذا ما حافظهم لا تدور نجاح اخذه مني. يعني انشاء ده حق ايش قد علي 20 درجه. زين راح نشرح هذا الموضوع اللي هو تيتش صارت تيتشر درايف شو تصير ديسك صارت ديسكس توت شو تصير تول صارت تولر مقارنه الايزي شلون نحولها الى مقارنه. هذا المواضيع كلها راح نشرحها ان شاء الله بالايام الجايه. بعد ما نخلصها راح نشرح شلون نجاوب على سؤال التنقيط اللي عليه 10 درجات. هسه بس تفهمك ايش قد انا جاي انطيك. جاي انطيك 10 درجات بالقواعد وجاي انطيك 10 درجات بالاملاء. هاي صار عندك 20 خليها ببالك. تنقيط 10 صار عندك 30. منو هاي؟ انشاء 20 صار عندك 50. هاي درجه نجاح. وراها وانا اروح ارجع لك عاد قبل الامتحان بيومين ثلاثه نشرح القطعه الخارجيه. القطعه الخارجيه بالتفصيل ممل. زين هاي ايش قد عليها؟ عليها 10 درجات. هاي صار عندك 60 درجه. فاذا انت طبعا راح تجاوب الباقيات يعني كما مثلا سؤال القطع جاوب اختار سؤال التوصيل وصل سؤال الكلمات ذي وصلها. بس قصدي انه ذني لازم تطبضا منهن. حيو الكساندر ابن دي علي عمري. شفت شلون؟ يعني الطب على الامتحان ضامن 60 وش تضيف ضيف حتى خاف تخطئ. مثلا من 60 اخطات لك بعشر درجات عندك 50. اخطات ب 15 درجه يعوضنك ذني اللي اختاريت منه اللي بيطلع من الوحده صح. فبعون الله ماكو طالب يطبق ويانا اذا مو ناجح والسنه اللي راحت تشهد. زين فشدوا الهمه. لا ترى القطعه الخارجيه مو كل شيء اصلا يعني فاضله شغلتها بيوم واحد بعشر دقائق فاضله. زين فبس شدونا الهمة والمواضيع اللي اخذتوها اليوم لازم يعني انا راح اعتبركم طلابي حضوري اعتبركم. الدرس الجاي لازم انت المواضيع اللي اخذتها اليوم ما عندك مشكلة بيها تروح تراجعها تروح تشوفها باليوتيوب بحيث تضمن نجاحك 100% بيها وما عندك اي خلل بيها على مود المواضيع اللي جاي ما تتراكم عليك. فبالتوفيق ان شاء الله للكل. وش تحتاجون احنا حاضرين؟ هذا معرف قناتي على التليجرام NTK93. هذا معرف قناتي على التليجرام. انزل بيها الملفات اللي درسناها وهاي التفاصيل ان شاء الله. وطلاب اي والله طلاب الثالث يعرفون ايش جاي تحكي بالدور الثاني. اي والله. فبالتوفيق ان شاء الله شباب والله يحفظكم ويقويكم. شدوا الهمه وان شاء الله احنا وياكم وانتم قدها. والسلام عليكم.